السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة. هلا بدي انترو، وهذا الفيديو الرابع من السلسلة إن شاء الله. راح أحاول أجتاز منه جدا جزء جدا كبير وأمشي، وشفت منكم كثير على التعليقات، ما بحب السرد الفاضي أو الحركات الفاضية، فرانا راح أضل أسرع هاي الشغلات. بس صار في مكان فيه حوارات راح أترك لكم هذا القسم، والباقي راح يعني أسرعه، ما راح أقصه، راح أسرع لكم إياه حتى تشوفوه، بس راح تشوفوه بسرعة جدا كبيرة حتى ما تملوا من المشاهدة طبعا. وخلينا نبلش بالفيديو، لاستي جو. جن الكنا روح نصالحه. يلا دي مختلفة ومضمونة تمام، مش هتندم. صح، ماشي، موافق. أكيد. اسمع، مش هتندم. ما بتعملش اللي بيتقالك، مش لازم تفضل لازق لي كده في كل حتة. مصالحة، لأن هم قالوا لي مصالحة. أعتقد إن علاقتنا من البداية ابتدت بشكل غلط. المفروض ننسى اللي حصل ونبدأ من جديد. إيه رأيك؟ اسمع، بعتوا لي حتة بلاستيك عشان تبقى شريكي فسيبنا اتعود، لكن لو فاكر إننا هنبقى أصحاب فأنت غبي زي ما هو باين. شكرا. اتفضل. ما تسيبش الحاجات دي هنا. مش معقول، ورايا في كل حتة. شايف؟ كوليسترول وخمرة. بيدرو ده كان بيعرض عليه مقامرة غير قانونية، أنا صح؟ ايوه. وانت راهن؟ ايوه. انت بتاكل ده عادة؟ معظم الايام جاري بيعمل احسن برجر في ديترويت. ممكن اسألك سؤال شخصي يا فندم؟ انت ليه بتكره الاندرويد؟ عندي أسبابي. أعتقد لازم أقول لك معلوماتنا عن المتحولين. قريت أفكاري. واللي بتخليهم بيحاكوا بعض المشاعر البشرية. ممكن تقول كلام أفهمه؟ هما مش بيحسوا بالمشاعر بالظبط، إنما بيحصل لها ارتباك بسبب تعليمات غير منطقية، واللي بتؤدي إلى سلوك غير متوقع. المشاعر غالباً بتبوظ كل حاجة. جايز الاندرويد مش مختلفين عننا. في اي حاجة تحب تعرفها عني؟ لا طبعا الحقيقة. ايوه، هما ليه عملوك شكلك اهبل كده وصوتك غريب؟ اندرويد سايبر لايف اتصممت علشان تشتغل مع البشر بسلاسة. مظهري الخارجي وصوتي اتصمموا بدقة علشان يسهلوا عملية اندماجي. الحقيقة فشلوا. اتعاملت مع المتحولين؟ من كذا شهر متحول هدد انه ينط من على سطح مع بنت صغيرة، وانا قدرت انقذها. اعتقد انك خلصت شغلك صح؟ وعرفت كل اللي المفروض تعرفه عني؟ انا مركز في القضية يا فندم، الباقي بقى لا يعني. انا وصلني بلاغ عن متحول مشتبه فيه، ده قريب من هنا، لازم نروح ونبص. هستنى تخلص اكل، انا في العربيه لو احتجتني. بطاريتك خلصت ولا ايه؟ انا اسف، انا كنت بحضر تقرير لسايبر لايف. ايه، ناوي تبات هنا في الاسانسير؟ لا انا جاي. ايه اللي نعرفه عن الراجل ده؟ مش كتير. واحد من الجيران قال في التقرير بتاعه انه سمع دوشة غريبة في الدور ده.
المفروض محدش عايش هنا، لكن الجار قال انه شاف راجل بيخبي الايدي تحت الطاقية بتاعته. يا سلام لو حنعمل تحقيق لما كل واحد يسمع شوية دوشة غريبة، يبقى نزود الضباط. هو انت فعلا كنت بتكتب التقرير بتاعك في الاسانسير؟ بالظبط. في حد هنا؟ افتح شنطة الجمهور النقيب الاول. الشهاد خليك ورايا. تمام. تفشي القيادة دي مزيفة. هايل، على الأقل ما جيناش على الفاضي. الحيوانات اللي انت به يهتم. لا ما عنديش فكرة، شكلها زي مفكرة بس زي ما تكون تناصر. خلاص البيت ما ضل شيء مهم. ايه الاي دي بتاعه في الحوض؟ مش متفاجئ انه كان اندرويد، ما فيش انسان يقدر يعيش مع كل الحمام. بس نكرس عرفت اين هو موجود المشتبه به، انه في الاعلى. انا مش قادر اصدق ان المكنون كان بياكل الحمام الرحم ده. يخرب بيت الحمام المقرف ده، انت مستني ايه؟ اجري وراه. امشي ليش وقفت؟ لا شكي ضيعته. وينه؟ هذا هو. ما لك لا مش ممكن. خسرنا مرة ثانية. ما بقبل ما بقبل ما بقبل. شو نخسر؟ ما تكون ديترويت بنموذج لمحقق من الاندرويد، رغم ان معاوين الشرطة من الاندرويد موجودين دلوقتي.
ففي اول مره يتم فيها فتح اندرويد باذن اللابتوب مع في تحقيقات الجرائم. شلون هذا ندري شلون برا؟ هذا يا معلم بدي بلش المارك الثار لشو اسمه؟ للاندرويد. ان شلون الاندرويد محجوزين هيك حجزة وهو والبشر يبركون ينطوا راحتهم بال عن شرفك. رعبني وانا بلعب بالمرعب. يعني كان وقعها وتفشى يا الزلمة. انت شكفت آلي وين هذا جابني؟ هذا بطل يعرف يدخل. اخيرا. طب شلون هذيك فيها تتسكرت وراها الباب؟ عزيني نهار مشغل ضوانه يا الله. طبعا عادي ما يروح يهمش عادي. كيف خلصنا؟
والله غبي. شو هدول؟ اهلا بيك في جيريكو. تعرف ايه اللي بيحصل بعد الموت؟ اي دونت نو والله. لا لا انا ما اعرفش، بس اموت ان شاء الله اخبرش خلاص. انا شوية واكتشف ده. منيح، بس توسطين خبريني اسمك ايه؟ مو مهم. ماركوس. ماركوس كورلس. انا بقول ماركوس. انت على ديس البيخ معاها. الله يعافيك، ما ضليت وجعت راسي، حكيت معها خليها ميتة لحالها. مبسوطة اني قابلتك يا ماركوس. حلو، شوف بعضنا بالجنة ان شاء الله. باي. طفيت خلاص، ودعت باخر لحظة. ما تقول انه بتحط ظهر البشر، الله يوفقك. هذا الحالة يوقفت حتى البشر ينامون ما يفيقون. اتوقع هاي كارلوس. استكشاف جيري. لسه عنا شغلة طويلة. وات ذا فك، كل هدول بدي استكشفهم ولا هلا؟ ما له مضي وقت يشغل نار. يا شو لك هاي ماركوس؟ تور نورث. حلو. جيرو مين لقى المكان ده؟ ما حدش عارف حاجة. جثته كانت مرمية في مكان هنا على السفينة دي. حلو. وانتي؟ كنت بتشتغل ايه قبل ما تيجي هنا؟ ليه مهتم؟ عرض ازياء؟ ايوه ما عجبها. ايوه قطع الغيار. الاندرويد دول محتاجين قطع غيار ودم ازرق، ليه ما حدش راح عشان يجيبهم؟ الموضوع مش سهل، ما نقدرش نروح نشتري من محل سايبر لايف، وما حدش هيخاطر انه يسيب جاريكو. اوف ليش؟ لو جيت عشان ترتاح فانت جيت غلط. شو يعني؟ كلام سليم، الله معك. هذا شنو السكة؟ ياسمين سقط وشكلنا بدنا نضيعها. اوكي. موافق. نتائج، حسب النتائج اللي تقدمنا بها يعني ماركوس ابتكر خطة. طب هو لو انه انا مو ميت هذاك الرسام، انا وين كان مسيرة الخطة هي كلها؟ شو ممكن تضيع مسيرة اللعبة؟ على كل حال هاي وصلنا لهون، ما راح اكمل هاللقاء حاج لهون، صار تقريبا صار لي ساعة بسجل وفي كثير حكي فاضي، يعني ما اتوقع يطلع شيء لاقي منه. المهم كون وصلنا هون نهاية الفيديو، لا تنسوا تحط لايك والاشتراك وتسألنا كل يوم فيديو جديد وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.